السلام، تحية طيبة متابعين وياكم مصطفى. اليوم إن شاء الله راح أسوي مراجعة على جهاز مي 10. هذا جهاز اعتبره جدا مظلوم بسنة 2020، ما اشترى مثل بقية الأجهزة الفلاجشيب، وأيضا تعتبر سعره جدا مناسب إذا تقارنه ويا أجهزة سامسونج الحديثة. اللي يمتكم 256 جيجا بايت والرام 8 جيجا بايت، موجود عند موزع رسمي اي تي لوبي بسعر 590 دولار، وأيضا ينطق ضمان 16 شهر. ما اريد اطول عليكم وخلينا نبدا بالمراجعه. داخل الكرتون عندنا كيبل وشاحنه شحن سريع 30 واط بالاضافه الى كفر جيلاتين، وايضا ادابتر للسماعات كون الجهاز ما بيه منفذ هيدفون جاك. حجم التليفون المناسب لاستخدام بيد واحد، وايضا تصميم الجهاز بسيط ومن ظهر اللون واحد. شكل الجهاز من خلف تقريبا نفس جهاز مي نوت 10. الاطار الومنيوم ومن الخلف زجاج. طبقة الحماية الشاشة والظهر نفس نوع من غوريلا جلاسس 5. طبعا الشاشة منحنية من الجانبين بالإضافة إلى وجود ثقب بالأعلى للشاشة. هذا الثقب كاميرا أمامية على اليسرى. وزن الجهاز 208 غرام، ثقيلة نوعا ما، ويدعم دبل سيم كارد بالنسخة الصينية بينما شريحة واحدة بالنسخة العالمية. مواصفات الجهاز: معالج اللي بي أحدث معالج من كوالكوم سناب دراجون 865، معالج الرسوميات أدرينو 650، والرام عليه 8 جيجا بايت DDR5 واكو 12 جيجا بايت بس بالنسخة الصينية، والذاكرة 256 جيجا بايت UFC 3.0. بالنسبة للرام 8 جيجا بايت كلش كافية للألعاب بوجهة نظري، طبعا ما لها داعي تشتري لك نسخة صينية على رام 12 جيجا بايت. ببجي شغلته على أعلى إعدادات من حيث الفريمات والتجسيم، انطاني أداء كلش سلس ما بيها اي عيب، واكيد الفضل تعود للسناب دراجون. الجهاز يدعم خدمات 5G بس مع العلم ما عندنا خدمة 4G اصلا بالعراق. على العموم اكو ناس يستفاد به من يسافر خارج العراق. كذلك موجود به IR ريموت. نجي على الشاشة. الشاشة اللي عليه سوبر أمولد، ودقة الشاشة 1080x2340 بيكسل، وعدد البكسلات 386 بيكسل كل انش، وايضا يدعم 90 هرتز، درجة السطوع تكون 500 نتس. بما ان الشاشة عملت ببصمة اسفل الشاشة تكون اوبتيكال، واستجابتها جيدة نوعا ما. طبعا الثقل بالواجهة مو بالاستجابة البصمة، فلا تظن بان الاستجابة متأخرة اللي شفته بهذا الفيديو. بالنسبة للكاميرا تكون رباعية، من الخلف الاول تكون 108 ميجا بيكسل والاخر 13 ميجا بيكسل، الثالث والرابع تكون 2 ميجا بيكسل. راح اتحدث عن الكاميرات بكل تفاصيل بغير فيديو واشوفكم تجاربي عليه. ومن الامام كاميرا واحدة 20 ميجا بيكسل تكون ثقب على اليسرى. بالنسبة للبطارية اللي عليه كل زينة، ينطيك 4780 ملي امبير ويدعم الشحن السريع، حيث الكيبل والشحن اللاسلكي ينطيك بقدرة 30 واط. العيوب اللي شفته بيه، اولا العيب الاول ما يدعم شريحتين بالنسخة العالمية، ونفس الوقت الجهاز ما يدعم ذاكرة خارجية. العيب الثاني اللي بيه شحن سريع 30 واط، انا اعتبره بطيء اذا تقارنه ويا حجم البطارية، لان يحتاج من عندك اكثر من ساعة لحد ما تشحنه من 0 الى 100. والعيب الثالث الصوت مو بالمستوى المطلوب وما يدعم دولبي اتموس. صح بسماعتين بس للاسف ما يدعم هالخاصية اللي انا اعتبر من هالشغلات المهمة يمي، لان ينطق نقاوة بالصوت مو طبيعية. والعيب الاخير ما ذاكرين تصنيف الحماية، يعني الـ IP rating، ما تقدر تستخدم جوا المي ولا ذاكرين ضد رذاذ المي او ضد الاتربة، واعتقد ما مخلينا حتى ما يكلف اكثر على الشركة وذلك تكون سعره رخيص. وصلت نهاية، اتمنى استفادت من هذا الفيديو، وان شاء الله راح اسوي فيديو كامل مراجعة فقط على الكاميرات هذا الجهاز. اذا عندك استفسار على هذا الجهاز تقدر تواصل بالتعليقات او على صفحة الفيسبوك، وان شاء الله راح اجاوبكم. ولا تنسى تدوس لايك تدعمني حتى، وايضا تسوي اشتراك بالقناة. واشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامة.